زي ما وقفنا الحلقة اللي فاتت عند كلير فورستر، المذيعة الإنجليزية اللي طلعت لنا فجأة out of the blue، واللي بتدعي ان هي مذيعة في البي بي سي، مع ان مفيش اي حاجة بتثبت كده، ولا جزء من برنامج حتى بيقول ان هي عدت من قدام المبنى مش دخلته. ده غير ان ناس كتير بتشكك في اسمها. وعلى فكرة كلير فورستر هيكون ليها نصيب في حلقة جاية معانا. طيب احنا عاوزين ايه من كلير فورستر، وايه علاقتها بحلقة النهاردة او بالحلقة اللي فاتت؟ خلونا نبدأ بان كلير من حوالي 3 سنين ظهرت باول برامجها، وكان اسمه There is no clash او لا تعارض. والبرنامج عبارة عن النسخة الحديثة جدا من برنامج دكتور مصطفى محمود العلم والايمان، لان اسم البرنامج مفيش تعارض هدفه ان هو يقول مفيش تعارض بين العلم والايمان. وبتبدأ كلير فورستر تبرهن كل حاجة من ظواهر علمية لظواهر فلكية من القرآن الكريم. بس الفكرة ان هي لو مصدقة كل اللي بتقوله او مكتوب لها حتى لكانت اسلمت من اول حلقة. بس ناس كتير مش قادرة تفهم ان الاوروبيين والامريكيين فيهم مرتزقة، وبرضو فيهم ناس ممكن تعمل اي حاجة علشان الفلوس. تضربت الأقوال حوالين منتج البرنامج. سمعت آراء بتقول مصريين، وآراء تانية بتقول إن هو مليونير تركي. في الآخر أنا ما يهمنيش مين وراء إنتاج البرنامج ولا الهدف حتى من إنتاجه، بس وجود حساب على باتريون للبرنامج بيؤكد إن فيه هدف ربحي وراه. وللي مش عارف إيه هو باتريون، هو عبارة عن موقع لجمع تبرعات لدعم أي عمل، خصوصا برامج اليوتيوب. والحد هنا انا مش حابة اعلق على اي حاجة، لا على محتوى البرنامج ولا المعلومات اللي بيقولها اذا كانت صح او غلط، ولا حتى ليه طالب الدعم. لكن خلونا نبدأ الكلام عن واحد من برامجها واللي له علاقة بحلقتنا النهاردة. من سنة وتحديدا في يوليو اللي فات ظهرت لكلير سلسلة جديدة مختلفة تماما، وهي دي مربط الفرس في حلقتنا النهاردة. السلسلة دي مش علمية، هي تاريخية. بتتكلم عن خطأ تفسير كتير من المعلومات التاريخية المذكورة في القرآن الكريم. وانا هنا بقول خطأ في التفسير مش خطأ في القرآن، وطبعا معاها انكار لكتير جدا من الحقائق اللي بيقولها اليهود، مبنية برضو على تفسير خاطئ للعهد القديم. ونفس الحكاية بقول خطأ في التفسير مش خطأ في العهد القديم. للحقيقة ان في تفسيرات كتير جدا عجبتني في الحلقات دي، بالذات في اللي يخص موضوع اللغة، وهنخلي الجزء ده في نهاية حلقتنا لارتباطه بمعلومات تانية لازم نقولها الاول. في البداية صعب جدا نوصل لقرار عن عمر البشر على الارض. الوسيلة القديمة كانت من خلال الكتاب المقدس بعهديه، العهد القديم اللي هو التوراة، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، واللي فيه نسب السيد المسيح مذكور مرتين، مرة في إنجيل متى اللي وصل لإبراهيم، ومرة تانية في إنجيل لوقا اللي وصل لآدم. بجانب أن تتبع الأنساب في العهد القديم يقدر برضه يوصلنا للنتائج. طيب حسابات الانساب مع حسابات الاعمار في العهد القديم وصلت بينا تقريبا ان عمر البشرية في حدود 7 أو 8 آلاف سنة، وان قصة سفينة نوح في حدود 5 أو 4 آلاف سنة. بس هل علوم الانثروبولوجي والاركيولوجي اتفقت مع ده؟ للأسف لا. بعض الجثث الآدمية اللي وجدت في بعض مناطق أفريقيا لما تم تحليلها باستخدام الكربون 14 وجد إن عمرها أكتر من 120 ألف سنة، وده أقدم عمر حتى الآن للهوموسيبينز أو ما يطلق عليه الإنسان العائل اللي شبهنا، لأن العلماء لقوا بقايا لكائنات شبيهة بالبشر عمرها بيرجع لحوالي 6 مليون سنة، وعلى فكرة البقايا دي هي اللي بيدعموا بيها نظرية التطور. نرجع لقصة اللغات، وبالبحث عن أقدم لغة تكلمها الإنسان واتكتبت، فانحصرت الإجابات في مجموعة لغات منها لغتين لسه بيستخدموا النهاردة. وكانت اللغات بحسب أكتر من موقع اتفقوا عليها هي السومرية، واللي برضو مشهورة باسم اللغة المسمارية، وهي كانت قريبة من اللغة الهيروغليفية في استخدامها للرسومات. كانت في منطقة ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات، ودي بيفترض ان عمرها ما بين 6000 ل 7000 سنة. وفي اراء بتقول ان اللغة المصرية القديمة او الهيروغليفية اتأثرت بيها. تاني لغة كانت المصرية القديمة او الهيروغليفية،
ودي قدرة عمرها ب5000 سنة، بيجي معاها في العمر 4 لغات لسه مستخدمين لحد النهاردة، حتى لو كان في منهم 2 بشكل أدبي بس ومش لغات تحدث، بس هما بيستخدموا، وهما الصينية القديمة والسنسكريتية في الهند. أما اللغة الثالثة المستخدمة لحد دلوقتي فهي التاميل في الهند برضو. المفاجأة كانت في اللغة الرابعة، وهي لغة غريبة جدا، وهي الليتوانية، ودي بيقدر عمرها ب5000 سنة. والطريف ان هي تأثرت بالهجرات الاولى للهنود لأوروبا، ودي كانت تاني هجرات جماعية في التاريخ. عندنا بقى لغتين عمرهم حوالي 3000 سنة ولسه مستخدمين برضو لحد النهاردة، بالرغم من ان واحدة منهم اختفت لأكتر من 2000 سنة، بس رجعت مرة تانية زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت، وهي العبرية، واللي قلنا ان هي اختفت من ايام السبي البابلي ورجعت في بدايات القرن ال19. اما اللغة التانية فهي اليونانية اللي لسه عايشة لحد النهاردة. لغات بقالها حوالي 2500 سنة او اقل شوية. وهنا عندنا اللغة الفارسية المستخدمة في ايران لحد النهاردة، ولغة تعتبر مفاجأة، وهي لغة اقليم الباسك الاسباني، وهو اقليم بين اسبانيا وفرنسا، بس هو تابع لاسبانيا ومستقل باللغة بتاعته. طبعا في لغات قديمة كتير اندثرت المواقع كلها ما ذكرتهاش، زي السريانية والارامية اللي كانوا اساس اللغة العبرية والعربية. احنا جبنا المعلومات من اكتر من موقع للمصداقية، بس زي ما قلنا هم سقطوا لغات تانية، منها اللي احنا ممكن نكون عارفينه ومنها اللي احنا اكيد مش عارفينه. طيب حد هيسألني ويقول لي فين اللغة العربية من كل ده؟ خلوني اقول لكم ان المواقع اغلبها حددت عمر الشكل النهائي للغة العربية بحوالي 1600 سنة، يعني في حدود 100 سنة او اكتر شوية من ظهور الاسلام، وده على عهدة المواقع. طيب في لغة مهمة جدا سقطوها، والغريب ان هي اللغة مستخدمة بشكل ما لحد النهاردة، والاهم ان هي موجودة في مصر. تفتكروا ايه هي؟ اللغة اللي اقصدها هي اللغة القبطية، تاني لغة مصرية رسمية تاريخيا بعد الهيروغليفية. وبالمناسبة كلمة قبطي معناها مصري مش مسيحي. اللغة دي خدت حروفها من الحروف اليونانية، بس زودت عليهم 6 علامات او حروف من اللغة الديموطيقية المصرية. فضلت اللغة القبطية هي اللغة الرسمية لمصر تقريبا لحد بعد الفتح الاسلامي، يعني ما بين القرن السادس والسابع، بس لما تم تعريب الدواوين بدأ يقل استخدامها، في حين ان فضلت قرى كاملة في الصعيد بتتكلم بيها لاكتر من 300 سنة بعد الفتح. وعلى فكرة هي مازالت اللغة الرسمية في الكنيسة المصرية اللي بتتقال بيها القداسات والألحان، وبتدرس في معهد الدراسات القبطية التابع للكاتدرائية بالعباسية. من قريب أضاف جوجل لوحة مفاتيح للغة القبطية كلغة معتمدة من ضمن اللغات اللي عنده. نرجع مرة تانية لكلام أختنا كلير فورستر اللي طلعت منه بفكرة مهمة جدا عن اللغات القديمة. أنا بصراحة شايفة أن جزء كبير من كلامها منطقي، وأنا هنا أقصد الجزء بتاع اللغات، لأن أدلتها أو بالدقة أدلة المعد اللي معاها منطقية جدا جدا. في حلقتها الأولى حاولت كلير تقدم مجموعة من الأدلة بأن قصة موسى حصلت في شمال السودان، الجزء اللي اسمه دلوقتي النوبة السودانية، وفي عشرات الأدلة اللي بترجح الكلام ده. المنطقة دي ولحد منابع النيل كانت اسمها ممالك كوش النوبية أو مصر العليا، وده كلام علمي تماما وهندلل عليه بعد كده، وإن كلمة مصر كانت معناها وادي النيل بداية من البحر المتوسط لحد المنابع. بتكمل كلير في الحلقة التانية قصة موسى والجزء الخاص بمدينة مدين وشعيب اللي تزوج موسى ببناته، واللي فيها شرحت كلير ان مدين لازم تكون في اليمن، وهنا بيجي سؤالها عن اللغة اللي كلم بيها موسى اهل مدين، واكدت ان هي نفس اللغة اللي كان سكان مصر العليا او مملكة كوش بيتكلموها، يعني اليمن وممالك كوش كانوا بيتكلموا نفس اللغة، وحددتها بانها اللغة الحميرية او اللغة العربية الجنوبية، واللي نشأت منها بعد كده اللغة الامهرية اللي هي لغة اثيوبيا حاليا. اما اللغة العربية الشمالية فهي اللغة اللي تطورت للغتنا العربية الحالية،
كلير بتقول ان الاتنين ليهم نفس الاصل، علشان كده كان متحدثي اللغتين قادرين يفهموا بعض، ودللت على ده بحدث تاريخي مهم جدا كلنا عارفينه بس بيعدي علينا تحليله، وهو هجرة المسلمين الاولى للحبشة واللي هي الامتداد التاريخي لمملكة كوش. وهناك زي التاريخ ما بيقول قرأوا على النجاشي ملك الحبشة وقتها اجزاء من سورة مريم. طيب قرأوها بأي لغة وهو فهمها ازاي؟ يبقى فعلا الطرفين كانوا بيتكلموا لغات قريبة من بعض، وهي زي ما قالت اللغة العربية الجنوبية والعربية الشمالية اللي احنا عارفينها. المهم ان في نهاية حلقتها التانية قالت ان اللغة العربية الجنوبية اللي هي كانت لغة مصر العليا او مملكة كوش هي اقدم لغة في التاريخ، بما ان كمان علم الانثروبولوجي بيثبت ان اول حضارة انسانية كانت هناك. ومش بس كده، ده كمان علوم الحفريات اكتشفت اقدم هيكل بشري زي ما قلنا في اول الحلقة. فبالتالي نقدر نقول ان العلم كله بيصب في اتجاه ان مهد البشرية كان في المنطقة دي. نظريات مقنعة يجب ان تحترم، سواء اتفقنا مع نوايا واهداف الست كلير او اختلفنا معها، الا ان العلم بياخد بالبراهين، واللي اتقال في جزء كبير مقنع. طبعا انا مش متفقة معاها في سلسلتها الاولى There is no clash او لا تعارض، الا ان سلسلة The Journey او الرحلة خدت منهج علمي بحثي حقيقي، ولسه العلم ياما هيورينا، ولسه كربون 14 هيكشف لنا حقائق كتير ومغالطات اكتر في التاريخ.